وكل سنة حفلة إليجنس فاشن شو بيبهرنا بعروض أزياء لمصممين عالميين. وإحنا النهاردة قدام عروض أزياء عربية لمصمم أبدع في القفطان التقليدي الجزائري، حتى لمسته التراثية الجميلة عليه. معانا المصمم اللي حصل على جائزة أفضل مصمم في الوطن العربي من مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة لسنتين ورا بعض، واللي شارك في أكثر من 48 عرض أزياء حوالين العالم. معانا المصمم العالمي كريم عكروف وتشكيلته الجديدة، رحبوا معايا. Thank you.